الساعة 4:30 دلوقتي، الدنيا بتنطر بره، فتعالوا كده نصلي الفجر ونرجع نقول شوية حاجات كده على الفجر في رمضان. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ امبارح كانت الدنيا بتنطر وقلبت بقى الصبح على هوا، وما كنتش عارف اصور خالص اصلا، يعني الصبح كده على الساعه 6 لحد الساعه 12 كده مثلا كانت قلبه بقى على هوا وتراب والكلام ده، فعرفتش اصور خالص يعني. فالنهارده تاني يوم، الساعه دلوقتي 6:30، الدنيا تلج شويه بس يعني اعرف اصور، يعني مفيش هوا جامد. يعني ندخل بقى في موضوع الفيديو على طول. صلاه الفجر هي اهم حاجه، اذا ما كانتش اصلا هي الاهم في اليوم. لو انت من الناس اصلا ما كنتش بتصلي الفجر وبقيت تصلي الفجر، فانت عارف بالظبط معنى الفجر ده ايه. شوف اصلا بركه اليوم اصلا اللي ربنا هيديها لك، هتلاقي اليوم بقى كبير جدا وبقيت تعمل اللي انت عايزه كله، مفيش ضغط عليك ولا اي حاجه، وراحتك مرتاح جدا نفسيا. دي صلاه الفجر. والناس بتاعت الثانويه العامه اصلا لو مش بتصلي الفجر وبتذاكر بعديها على طول، فهي بتخسر وقت جامد جدا في اليوم. ممكن تخلص في حاجات كتيره جدا في ثانويه عامه والمذاكره بتاعتها والكلام ده. طبعا الامتحانات طبعا جايه، فان شاء الله ممكن نعمل فيديوز او سلسله عن ثانويه عامه ونكمل في السلسله. يعني المذاكره بعد صلاه الفجر اللي هي وقت الضحى ده، وقت مهم جدا وحلو جدا للمذاكره، ومش هيخليك تتعب خالص اصلا بقيه اليوم. بدا يبقى في هوا تاني، فربنا يستر بس اعرف اكمل الفيديو. وموضوع اصلا انك تصحى اصلا تصلي الفجر مش موضوع صعب، يعني انت ممكن تنام بدري مثلا الساعه 11 الساعه 10، ممكن مثلا تظبط منبهات فتصحى الفجر. فالموضوع مش بالصعوبه دي، يعني اكنك مثلا هتقابل حد، اكنك رايح شغل، وبعدين انت كده اصلا هتقابل ربنا، فدي اهم مقابله انك تصحى ليها اصلا وتتوضى وتصلي. والموضوع كله اصلا منك، مش هياخد منك ربع ساعه، يعني اذا كنت هتتوضى مثلا ميه سخنه او اي حاجه وتصلي، وبعد كده ترجع تنام تاني، او هتقرا لك مثلا صفحتين مثلا قران طبعا عشان رمضان والكلام ده. ولو انت ما وصلتش الفيديو هتلاقي الفيديو هنا او هنا، دايما بنسى هو فين بالظبط. هتلاقي الفيديو هنا، سلسله كده جديده بتاعت رمضان هتعجبك جدا، فادخل اتفرج عليها دلوقتي. فاللي انا عايز اقوله انك لو ما بتصليش اصلا الفجر، فانت خسرت حاجه مهمه جدا في اليوم، وضيعت تقريبا بركه بتاعت الضحى دي. انت ممكن تعمل فيها حاجات كتيره جدا، اذا لو كنت طالب كنت هتذاكر فيها، لو كنت مثلا في الشغل مثلا انت شخص شغال، يعني ممكن تعمل اي حاجه فيها، تطور من نفسك، تخلص الشغل بتاعك. فانك اصلا ما تصليش الفجر وما تاخدش كمان بركه بتاعت الضحى، انت كده خسرت تقريبا ما يعادل نص اليوم حرفيا. انت كمان اكتر كمان من نص اليوم اصلا، الحاجات اللي انت هتعملها في اليوم كله هتلاقي نفسك انت عملتها في الوقت بتاع الضحى ده. بس الخلاصه بتاعت الفيديو كله تتلخص في كلمتين: صلاه الفجر مهمه جدا. بس كده. لو انت عندك اي طريقه تانية بتصحى بيها عشان تصلي الفجر، ممكن تساعد مثلا تساعدنا وتساعد اصدقائنا والكلام ده، تنساش تكتب تحت في الكومنت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان الناس تستفاد، يعني اصحابك والكلام ده. وبس كده، الدنيا بدات تبقى فيها هوا تاني، فالحمد لله خلصت الفيديو. بس كده، دوسه كوتش، السلام عليكم.